كان زمان قبل الثورات العربية كان أهم مؤتمر سنوي هو مؤتمر وزراء الداخلية العرب، كانوا بيجتمعوا في موعد مقدس لا يتم تغييره مهما حصل في تونس. دولتين يقطعوا هدوم بعض، يشتموا بعض ماشي، إنما يضرب جرس المؤتمر الكل يقوم يلبس أحلى حاجة عنده ويروح، وأحلى من التنسيق العربي مفيش. والدنيا بقى تطورت يا صديق، ومع دبابة زتنا في دقيقنا مع إسرائيل والعرب انفتحوا خالص خالص معاها، بقينا دلوقتي نروح مؤتمر ميونخ للأمن ننسق انترناشونال مع أصدقائنا الجدد. سامح شكر النهاردة لم يجرؤ على تكذيب حكاية الميت طلعة إسرائيلية داخل سيناء اللي قالوها قبل كده، لدرجة أن مصر قد تعاونت مع إسرائيل، وإسرائيل قد قامت بمجموعة من الأنشطة في سيناء بالتعاون مع مصر، لأن هذا تهديد لمصر وإسرائيل. هل يمكن أن تعلق على هذه النقطة؟ أستطيع أن أقول أننا منفتحون للتعاون في مجال تبادل المعلومات والمعلومات الاستخباراتية، وهذه نقطة كان يجب أن أثيرها من قبل، فهذه أحد الجوانب المهمة للتعاون في المجتمع الدولي. لم يجرؤ أنه يقول كلمة من الكلام اللي طلعته وزارة الخارجية في بيان ساعتها. وزارة الخارجية المصرية طلعت بيان أنكرت فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي المصرية في سيناء، لكن دلوقتي قعد زيه زي الكرسي ما قدرش يكذب. البيان مكتوب ساعتها للشعب الغلبان اللي بنضحك عليه بأي حاجة، أما هنا قدام الصهاينة احنا اقل من ان احنا نعلي صوتنا باي اكاذيب. الهراء للشعب والانصياع الكامل مع الحلفاء والاصدقاء العزاز زي ما بيقول نتنياهو نصا. It is creating this new realignment of Israel and Arab states precisely because we all recognize, they recognize, that Israel is no longer their enemy but their indispensable ally in fighting these twin forms of militant Islam that threaten them as much as they threaten. أدركنا متأخرين كعالم عربي إن الصهاينة أصدقاء وليسوا أعداء، دايما متأخرين. عادتنا ولا هنشتريها؟ لو ما كناش أغبياء وعرفنا من زمان مين حبيبنا ومين عدونا ما كانش ده بقى حلنا. يلا يعني ممكن تطمن العالم العربي يا نتنياهو، هل هيبقى في بينا سلام خلاص فعلا مش هزار بحق وحقيقي؟ It's brought Arabs and Israelis closer together as never before. And in a paradoxical way, this may pave the way for a broader peace and ultimately also. فلسطين، بالنسبة لفلسطين طيب والأراضي العربية والقدس والحاجات البسيطة دي، هل هيبقوا معانا في رحلة السلام الجديدة دي؟ هل هيبقى ليهم مكان ولا وضعهم إيه بالظبط يا نتنياهو؟ طمنا بالله عليك. Also for a Palestinian-Israeli peace. This could happen. But it will not happen if Iran's aggression continues to grow. كان ممكن يكون ليهم مكان، بس يا خسارة مش هينفع الفلسطينيين يركبوا معانا سفينة السلام إلا لما يخلص العرب على أعدائهم الإيرانيين. إسرائيل بترسم للأمة الخانعة المغلوبة على أمرها خارطة طريق العبودية والتبعية والذل. إسرائيل بتحدد مين اللي هيركب ومين اللي هينزل، من نهاد ومن نحارب، من هو صديق ومن هو عدو. نحن في يد إسرائيل كالميت في يد مغسله. قال لك إيه يا أحمد مطر؟ الناس ثلاثة أموات في أوطاني، الناس ثلاثة أموات في أوطاني، والميت معناه قتيل، قسم يقتله أصحاب الفيل، والثاني تقتله إسرائيل، والثالث تقتله عربائيل، وهي بلاد تمتد من الكعبة حتى النيل. والله اشتقنا للموت بلا تنكيل، والله اشتقنا واشتقنا ثم اشتقنا، أنقذنا يا عزرائيل. الله غالب.